حضراتكم ليه خبر تاني والفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي هيبدا النهارده التحضير لمواجهه صنوديب المقرر ليها هتكون الثلاث اللي جاي على استاد الاهلي والسلام، ده طبعا في اياب دور ال 32 بدوري ابطال افريقيا، وبيجري لاعبو الاهلي والجهاز الفني بقى مسحه طبيه النهارده استعدادا لمواجهه صنوديب. وكان الاهلي زي ما كلنا تابعنا قد تعادل امام دجله في المباراه اللي اقيمت مساء الجمعه اللي فاتت، ده ضمن مواجهات الجوله الخامسه في بطوله الدوري الممتاز. مباراه يمكن كانت قوية طبعا، وكان في كذا تصريح لموسيماني في المؤتمر الصحفي يعني عقب المباراة، وتحدث يعني ان كان ممكن الماتش ينتهي في اول شوط او في الشوط الاول يعني او يحسم، ولكن يعني اللعب الى حد ما برضو كان فريق قوي. يعني نتكلم هنا عن وادي دجلة، هو كسب من المقاولين او كسب المقاولين العرب، هو خسر من سموحة وتعادل مع البنك الاهلي، برضو هو يعني خصم مش بسيط، ويمكن ده تحديدا اللي قاله موسيماني، بالاضافة ان هو كمان زود هنا وقال ان الغيابات الموجودة ايضا هي مش مبرر في فكرة هنا يعني عدم الفوز، فهو بصراحة كان صريح جدا وتصريحاته كانت برضو اكثر من محترمة.